يا مساء الخيرات عليكم، احوالكم ايه؟ عاملين ايه؟ تعالوا نشوف ايه. شوف اللبن الرايب في البوش. طيب للبنات بقى، انا بقى دلوقتي في ستات طبعا ما شاء الله عليهم، يعني احسن مني في كل حاجه وفاهمين مني اكتر مني في كل حاجه. في معلومات بقى البنانات الصغننه. طيب الفرق بقى بين البوشه اهي، وايه الفرق بين البلاستيك؟ البوشه ماده طبيعيه، فخار حاجة طبيعية يعني صالحة للاستخدام، فيها مسام بتعمل رطوبة يعني بتهوي على الحاجة. ساعة ما بتيجي تعملي في بلاستيك، البلاستيك بيسخن عليه يدي حرارة، فتلاقي الحاجات بقت نفشت كده، بقت زي سفنج، مع ان اللبن حلو ده بيبقى من البلاستيك، بيبقى الجو حر جدا، فانت حطيتيه في بلاستيك كمان فصعد عليه فبوظ الدنيا. خلاص ماشي. البوشة دي بكام؟ ب50 جنيه. انا ما اعرفش غالي ولا رخيصه الصراحه، يعني الفلاحه انا كنت عايزه لبن، قلت لها عايزه رايب، قالت لي بكام؟ قلت لها قالت لي بكام؟ قلت لها ب50 جنيه. مش مشكله، ربنا يرزقها ويبارك لها، هيبقى 5 جنيه فوق و5 جنيه تحت بالتراضي ما بيننا، ربنا يبارك لها رزق عيال. طيب في بوشه بتبقى اقل من كده، بيبقى حسب حجم البوشه، يعني حسب كميه اللبن اللي فيها. البوشه دي كبيره ما شاء الله، واوريكم القشطه دلوقتي، واوريكم الرايب، واوريكم كل حاجه. شوفوا بسم الله ما شاء الله، جامدة جميلة ازاي، حلوة جدا 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 اهي. دي القشطة من فوق، الجو عندي حر طبعا جدا. طيب ايه كمية اللبن اللي جوه؟ انت بتيجي تقولي لها البوشة دي فيها بتاخد لبن قد ايه؟ بتاخد 2 كيلو، 3 كيلو، 1.5 كيلو، بيبقى حسب كمية اللبن اللي عندك جوه، بتبقى تقدرية كده. خلاص ماشي. قبل كده والله الرأي ده هو ما كانش ليه سعر، كان بيبقى ببلاش. بيبقى ما شاء الله. شوفي بقى القشطة 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 يا معلم، رك في القشطة اهي. ايه بقى الفرق؟ دي كلها على فكرة طبقة قشطة، اللي فوق ده اهي اهي، الحتة اللي فوق دي طبقة قشطة اهي، ودي اللبن تحت اهي. ريحة القشطة بقى مقولكيش. ايه رأيك؟ شوفي اللبن عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللبن ده الرايب بقى، ايه رأيك في الرايب؟ صحي ومفيد، ولا حموضة ولا هشاشة عظام ولا مش عارفة ايه بيجيب ايه ولا الكلام الفاضي ده كله. طيب انا ما بوصش البوشة كده كده كده، البوشة مش بتاعتي، كده كده انا هنقل الحاجة دي عشان اغسلها واديها لصاحبتها. بس عايزة اعرفك حاجة بقى، شوفي يا ست الكل، حتة قشطة اهي، نسبة المية اللي فيها قولي يعني نسبة المية اللي فيها ضعيفة جدا. ديت القشطه ديت غير قشطه الحليب اللي احنا بنجمعها من على وش الحليب. شوفي اللي بنجمعها من على وش الحليب بتبقى مرهرطه مهما كان، بيبقى فيها نسبه ميه عاليه جدا. ديت كثافتها دسمها اعلى من بتاعه الحليب بكتير. يعني انا واحده عايزه اعمل زبده فلاحي في البيت لبيتي، اعمل ايه؟ هتروبي لبن تاكليه مثلا كده، تعملي تعجني بيه وتاخدي الوش بتاعه وتضربيه، يا تضربيه تعمليه زبده يا تشيليه في اكياس. العجن بالقشطه احلى من العجن من السمنه الفلاح. اولا القشطه بناخدها نخضها كده نضربها تطلع لك حته الزبده، حته الزبده ناخدها نسيحها على النار تطلع لك السمنه الفلاح. يعني اساس شغل الفلاحي ايه؟ القشطه. قشطه تعملها على الرز المعمر، على الكاسترد، على الرز بلبن، الكريمه الحامضه اللي هي بتنباع باكيتات غاليه جدا جدا، اساسها القشطه. القشطه الفلاح، القشطه الفلاحي دي كنز، ومن على رايب كنزين ثلاثه اربعه. خلاص. طب من على حليب؟ من على حليب جميلة طبعا، ومصدر طبيعي وجميلة، أحلى من القرف اللي بنشتريه من بره. بس أنا بعرفك الفرق بين ده وبين ده، الزبدة الفلاحي اللي بتنجم من على رايب بتبقى غالية جدا في الشتا، بتوصل ل100 جنيه. اللي بتنجم من على حليب بتبقى رخيصة، ليه؟ أرخص منها ب70، 65، ساعات بتوصل 60. ليه؟ لأن دي الدسم فيها عالي جدا. دي لما تجيب 5 كيلو تعملهم سمنة يطلعوا لك سمنة حلوة. الزبده غير السمنه، عشان الناس بتلخبط، الزبده اللي بتبقى كور دي، السمنه لما بنسيحها وتبقى زي الروابي كده. خلاص. لكن الاساس القشطه، ممكن تعبيها في باكيتات صغيره وتحطها في الفريز، ولا تسيحي ولا تعملي ولا تربي ولا الكلام الفاضي ده كله، وخير ربنا ما شاء الله. طيب انا بقى دلوقتي واحده خلاص طبعا الشرش، عشان بس نكمل بقيه الكلام، الشرش اللي جوه اللي هو الميه اللي جوه ديت، لما احنا بنروب اللبن بيبقى فيه
مكونات اللبن كلها انقسمت على جزئين، الانزيمات والبروتينات انقسمت على جزئين، جزء هنا وجزء في الميه. فانت لما ترمي الميه بتبقى رميتي نص قنت اللبن، خلاص. فلازم الاتنين مع بعض. انا هعمل ايه بقى؟ بص، الله، هوريكي شكل البشره كمان. انا معايا الطاجن بتاعي، الفخار اهو اللي انا جايباه ب 25 جنيه، كنت جايبه طاجنين، واحده عملت فيه المكرونه معاك، وده هعمل ايه. انا كده كده هحفظه معايا، مش عايزه احطه في حاجه بلاستيك عشان ما تسهطش عليه. الفرق بين ده وده ايه؟ مفيش فرق، ده فخار وده فخار، بس ده مدهون على حديث يعني. لكن البشره دي قديمه. البوشه دي بقى احنا بنحاول نوصل الزلعه بتاعت المشي زيها، نقفل. طيب واحده هتقول بسم الله الرحمن الرحيم، شوفي نعمه وخير. واحده هتقول لي بسم الله الرحمن الرحيم، شوفي اهو، وطعم اللبن الرايب ايه، ما شاء الله سكر. واحده هتقول لي شيل القشطه. لا انا مش هشيل القشطه، لان انا عامه هعجن بيها، فانا هشيل القشطه احطها فين؟ احطها في الفريزر، وبعد ما احطها في الفريزر من لما اجيب هعجن بيها. هعجن بيها اهو، هرفع لكم الكاميرا شويه عشان تشوفوا الاتنين مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، اهي قرص فلاحي بقى يا ايدي. بيتعمل بيه بشاميل لما بيبقى مسكر، هو تقيل اهو الشتوي بقى. في فيديو بيحمل معاكم دلوقتي على اليوتيوب، امي بقى واخويا واختي عملوا معاكم فيديو مفهمينكم بقى موضوع البرسيم والدسم والقشطه والزبده، ابقوا تشوفوه. بسم الله ما شاء الله، فيديو جميل حلو يعني، هي حلو هيعجبكم، من الارض الفلاحي. بيتعمل بقى الجبنة القريش، الصراحة ما بقى يعني كليه كده، ده زي الرايب بتاع جهينة والمرع، بس طبعا أحلى، لا في مواد صناعية ولا في مواد حافظة ولا فيه لون ولا فيه أي حاجة. نعمة كبيرة، شوفي بسم الله ما شاء الله أهو أهو. طبعا أنا قلبت القشطة فيه، انا بحب الرايب، ينحط عليه بقى شويه عسل اسمر يتاكل. هتقولي لي العيال الصغيره ما بتحبش اللبن الرايب، لما يبقى ميزز والحمضان طبعا ما يحبوش. طب تعرفي ازاي الميزز والحمضان والكلام ده كله؟ اما بتدوقيه تلاقي ميزز وحمضان بيبقى اتاخر عندك. بصي، اللبن الرايب اخره في التلاجة من تحت يومين او ثلاثه بكتير، غاب عن كده بقى يبدا يعطم، يبدا ريحته تتغير، يبدا يمزز، لكن اول لما يتعمل بيبقى مسكر جدا. الميه بقى الكتير والحاجات الكتير ديت، دي اللي بتبقى تحت دي، يبقى اللبن خفيف اول حاجه سخاضت عليه او اخرتيه. قشطه لازقه فيها ما شاء الله. شوف عمق البوشه قد ايه، بوشه كبيره على فكره، كبيره. طعمها جميل، حلوة البوشة بقى. هخلص اللي فيها كده اهو، تعملي بيها عيش. ومعايا طريقة عيش جميلة بقى على البوتاجاز، غير الطاسة والكلام الفاضي ده، هخليه زي العيش الفلاحي بالظبط. نعمة كبيرة جميلة ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك ويبارك لصاحبتك اهو. ديت البوشة دي ب 50 جنيه، مليان فيها بسم الله ما شاء الله 3 كيلو لبن تقريبا بقشطته. لاحظ ان كيلو القشطه دلوقتي من على رايب، الكيلو القشطه ب 100 جنيه، وكيلو الزبده الفلاحي ب 100 جنيه. فبسم الله ما شاء الله يعني، اما تعجني عجنه زي ده جميله جدا جدا جدا. اتمنى اكون افدتك الفيديو الصغير الجميل ده، واي طلب اطلبه لي في التعليقات تحت جاوبك عليه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسيش الاشتراك معايا في القناه، وشير لي الفيديو، وحط لي لايك وكومنت حلو من ايديك الجميل. سلام.